السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خامس. اليوم إن شاء الله رح نبدأ بالقسم الثاني من درسنا اللي هو طاقة الوضع، بنسميها بطاقة الوضع أو الطاقة الكامنة. الكامنة اللي هي اسمها، من اسمها كامنة يعني مختزنة داخل الجسم. بدي إياك تنتبه لي للصورة اللي موجودة هون. الصورة اللي موجودة هون يا خامس طفلة جالسة على المنزلقة اللي هي احنا بنحكي عنها السحسلة. لما تكون جالس بالأعلى بالسحسلة أنت بتكون جالس بدون ما تتحرك. لما بتكون جالس بدون ما تتحرك بتكون مبتعد جدا، يعني بتكون طالع على درجات عشان توصل لهاي السحسلة، لو توصل لأعلاها فبتكون مبتعد عن الجاذبية الأرضية. أنت لما تبتعد عن الجاذبية الأرضية فيش إشي يخليك تنزل للأسفل، أنت بتحاول تدفع حالك، تمسك إيديك فيها من الجانبين عشان تدفع جسمك وينزل للأسفل. فأنت لما بتكون جالس بالأعلى ما بتكون بتمتلك أي طاقة حركية، بيكون في طاقة مختزنة داخل جسمك. هاي الطاقة اسمها طاقة الوضع. طاقة الوضع هي عبارة عن الطاقة اللي بتكون مختزنة داخل الأجسام، يعني الجسم بيحتفظ فيها، وبتكون أكبر قدر أو بتكون أكبر ما يمكن لما يكون الجسم بعيد عن الجاذبية الأرضية، يعني بيكون مرتفع عن الجاذبية، يعني مرتفع عن الأرض، يعني الجاذبية الأرضية ما بتأثر فيه. بالنسبة لطاقة الوضع هي عبارة عن طاقة مختزنة للأجسام وللمواد، وهاي الطاقة المختزنة بتكون طاقة كبيرة وبتمكنه على إحداث تغيير. وطاقة الوضع يا خامس بترتبط بموضع الجسم، فكل ما كان الجسم بعيد عن الجاذبية الأرضية كل ما كان هذا الجسم بيمتلك طاقة وضع أكبر. كل ما كان أبعد، كل ما كان مرتفع أكثر، كل ما كان بيمتلك طاقة وضع أكبر. بالنسبة لطاقة الوضع عندنا عدة عوامل بتأثر بطاقة الوضع. هلأ مهم كتير نعرف أن طاقة الوضع هي عبارة عن طاقة مختزنة بتضلها جوا الجسم لحديت ما تخلص طاقة الوضع. متى بتخلص طاقة الوضع؟ لما الجسم يبدأ بالحركة. فمتى رح تروح طاقة الوضع هاي منك؟ لما تنزل للأسفل. تخيل انك انت حاطط طاولة وهاي الطاولة حاطط عليها كتب. شو اللي ما بيخلي هاي الكتب تنزل للأسفل وثابتة بمكانها وفياتها طاقة، بس هاي الطاقة مختزنة ما رح تبين إلا إذا احنا حركناها، احنا خليناها تنزل على الأسفل، اللي هي إنها بعيدة عن الجاذبية الأرضية، ما نزلت للأسفل لأنه هي مرتفعة. كل ما زاد الارتفاع ما رح تخليها تسقط، ما رح تخليها تتحرك، وبيكون فيها طاقة مختزنة بتضلها موجودة فيها إلا لحال ما أنت تحاول تسقطها على الأرض وتصير بمجال الجاذبية الأرضية، فهذا الإشي رح يدفعها للحركة. في عدة عوامل بتعتمد عليها طاقة الوضع، مثل ما الطاقة الحركية اعتمدت على عوامل. من هاي العوامل أول إشي اللي هو ارتفاع الجسم عن سطح الأرض، ثاني إشي الكتلة. كل ما كان الجسم بعيدا عن مجال الجاذبية الأرضية كل ما كانت طاقة الوضع عنده أكبر، وكل ما كانت كتلته أكبر كل ما زادت طاقة وضعه، لأنه كل ما كانت كتلته أكبر بتقل حركته، فإنه إذا قلت حركته رح تكون طاقته الوضع، طاقة الوضع المختزنة فيه أكبر. يعني هاي الصخرة رح تضلها بموقعها، مش رح تقدر الجاذبية تنزلها للأسفل، مش رح تقدر إشي إنه يقلل من الطاقة المختزنة فيها مقارنة بالصخرة الصغيرة اللي جنبها. بعوامل الرياح والمياه رح تتحرك للأسفل ورح تقلل من طاقة الوضع اللي موجودة فيها. هلأ الأجسام فيها طاقة وضع أو طاقة كامنة، السبب بذلك اللي هو إنها مش موجودة بمجال الجاذبية الأرضية. كل ما كانت الأجسام بعيدة عن مجال الجاذبية الأرضية كل ما كان عندها طاقة وضع اللي هي طاقة كامنة، يعني مختزنة بأجسام الكائنات الحية. وإذا كان في عندنا صخرتين واحدة منهم مرتفعة فهي بتكون بتمتلك طاقة وضع أكبر بكثير من حجر صغير عند نفس الارتفاع. إذا كانت صخرة كبيرة مثل الصورة اللي موجودة هون، تنتين عند نفس الارتفاع، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. الكبيرة بتمتلك طاقة وضع أكبر، والسبب بذلك اختلاف الكتلة. كل ما زادت الكتلة كل ما كان طاقة الوضع
عند الجسم أكبر، بس برضو التنتين بمكان مرتفع يعني بعيدين عن مجال الجاذبية الأرضية. هلأ من الممكن يا خامس أنه تتحول طاقة الوضع لطاقة حركية. كيف بتتحول طاقة الوضع لطاقة حركية؟ ونفس الإشي ممكن أنه الطاقة الحركية تتحول لطاقة وضع. بتتحول طاقة الوضع لطاقة الحركية لما يصير الجسم بمجال الجاذبية الأرضية، يعني لما يسقط على الأرض. لو جينا مثلا في هاي الطفلة، هاي الطفلة شو عاملة؟ ماسك الكرة، وهاي الكرة ساكنة لا تتحرك. طول ما هاي الكرة ساكنة ما بتتحرك، إذا بيكون عندها طاقة وضع، وطول ما هي بعيدة عن الجاذبية الأرضية بتكون طاقة الوضع أكبر ما يمكن. بس تترك هاي الكرة وتحاول إنها تلقيها على الأرض، تصير بمجال الجاذبية الأرضية، بتصير هاي الكرة تبدأ تتحول الطاقة اللي فيها من طاقة وضع لطاقة حركية. ليش؟ لأنه رح يبدأ شوي شوي يتناقص طاقة الوضع، رح تتناقص مقدار الجاذبية الأرضية، رح تبدأ بالحركة لحديت ما تنزل للأسفل. فهي أول ما تصير بمجال الجاذبية الأرضية بتقل طاقة الوضع المختزنة فيها، وبتتحول هاي الطاقة لطاقة حركية. وممكن إنه بالعكس، إنه الطاقة الحركية تصير طاقة وضع. كيف؟ هاي الكرة بتتحرك، طول ما هي بتتحرك وبنرفعها للأعلى رح تصير يكون في عندها طاقة حركية لأنها بمجال الجاذبية الأرضية. إذا رفعناها مثلا لأعلى الخزانة خلاص هي بتثبت هناك، بتبطل بمجال الجاذبية الأرضية، بتسكن، فبصير في عندها طاقة وضع، طاقة مختزنة. المهم نعرف يا خامس إنه الجسم إذا كان بمجال الجاذبية الأرضية بتتحول هاي الطاقة المختزنة فيه لطاقة حركية، أما إذا بعدناه عن مجال الجاذبية الأرضية بصير في عنده طاقة مختزنة اللي هي طاقة الوضع. طول ما أنا برفعها للأعلى بيكون في عندها طاقة حركية، طول ما هي معلقة بالهواء بالأعلى بيكون في عندها طاقة وضع. هلأ الطاقة الميكانيكية هي عبارة عن مجموع الطاقة الحركية وطاقة الوضع، يعني أنا لما أحرك جسم بأحركه وأرفع لارتفاع معين إنه يصير في عنده طاقة مختزنة، بحكي إنه هذا الجسم عنده طاقة ميكانيكية، لأنه فيه بيكون عنده نوعين من هاي الطاقة اللي هو طاقة حركية وطاقة وضع. مثلا عندنا هذا الطفل اللي بيلعب بكرة السلة، لما هذا الطفل بيلعب بكرة السلة شو بيعمل؟ بحركها وبيرفعها لأعلى موقع. لما ترتفع بعيدا عن الجاذبية الأرضية بصير في عندها طاقة اسمها طاقة الوضع. أما لما ترجع تسقط مرة تانية بيرجع بتناقص طاقة الوضع اللي عندها، وبتبدأ بالتحول مرة أخرى للطاقة الحركية. فكل ما نزلت وصارت بمجال الجاذبية الأرضية كل ما قل مقدار طاقة الوضع وازدادت الطاقة الحركية المختزنة فيها. أشهر مثال على تحول طاقة الوضع لطاقة حركية والطاقة الحركية لطاقة الوضع اللي هي حركة البنادول ذهابا وإيابا، وهي بتعتبر مثالا على تحولات الطاقة الميكانيكية، لأنه حكينا الطاقة الميكانيكية هي طاقة وضع وطاقة حركية. عندنا هذا البنادول اللي بيتحرك، في عندنا طبعا هاي الأماكن أماكن السكون اللي هي هون بتكون عندها طاقة الوضع أكبر ما يمكن، هاي هون طاقة الوضع أكبر ما يمكن لأنه بتكون بعيدة عن مجال الجاذبية الأرضية، بتكون متوقفة للحظة قبل ما تبدأ بالنزول للأسفل. طبعا كل ما كان مبتعد أو بالأعلى بيكون طاقة الوضع أكبر ما يمكن. طب خلينا نشوف هاي الأماكن اللي موجودة هون. هلأ بدنا نحكي أول إشي هاي الطاقة بتكون مختزنة، هاي الكرة بهاي المكان بتكون مختزنة طاقة كبيرة، يعني طاقة الوضع فيها بتكون أكبر ما يمكن لأنها بتبدأ من السكون، لسه ما عندها ولا طاقة حركية. بتبدأ هاي الحركة لما الكرة لما نفلتها بتبدأ بالحركة، لما تبدأ بالحركة بتصير بمجال الجاذبية الأرضية، بتتناقص طاقة الوضع وبصير في عندها طاقة حركية بشكل تدريجي.
لما تيجي للوسط هون خلص ببطل في عندها أي طاقة وضع، كل الطاقة بصير طاقة حركية، فبتكون هون بهاي المنطقة أعلى طاقة حركية. أول إشي هي قريبة لمجال الجاذبية الأرضية، وثانيا خلص بدأت بالحركة عند هاي النقطة، يعني خلصت كل طاقة الوضع المختزنة عندها. هل لما تكمل هاي الكرة الحركة للأعلى، لستها هي بتمتلك طاقة حركية، بس بدأت هاي الطاقة الحركية تتناقص. ليش؟ لأنها بلشت ترتفع للأعلى، يعني بلشت هاي الجسم يصير بعيد عن مجال الجاذبية الأرضية، فبلشت تتحول هاي الطاقة الحركية لشو؟ طاقة وضع، لحديت ما ترجع هون لمكان السكون اللي هي بيكون في عند هاي الموقع، بيكون عند هاي الكرة أعلى طاقة وضع، لأن طاقتها الحركية بتكون صفر، بتكون بعيدة عن مجال الجاذبية الأرضية. بترجع مرة تانية هون تتناقص طاقة الوضع، تبدأ بالحركة، هون طاقة الحركة بتكون أكبر ما يمكن، تتناقص، لما هون ترجع طاقة الوضع أكبر ما يمكن. إحنا بنقدر نمشيها بهذا الشكل بهذا الشكل، أنتوا حرين. هل هيك يا خامس بيكون انتهى درسنا؟ إجابات الأسئلة: ما المقصود بالطاقة الميكانيكية؟ هي مجموع الطاقة الحركية وطاقة الوضع. اكتب المفهوم المناسب في الفراغ: طاقة يمتلكها الجسم المتحرك أكيد الطاقة الحركية، طاقة مختزنة في الجسم المرتفع عن سطح الأرض طاقة الوضع، العوامل اللي بتتحكم بمقدار طاقة الوضع اللي هي الكتلة والجاذبية الأرضية، ارتفاع الجاذبية الأرضية. اختر الإجابة الصحيحة بناء على الشكل المجاور. تصل الكرة أقصى سرعة عند لما تكون هاي الكرة شو مالها؟ أكبر منطقة بسرعتها، اللي هي لما تبدأ تتحرك، هون سكون وهون سكون، متى تبدأ بالحركة؟ هون بتكون طاقة الوضع عندها أعلى ما يمكن لأنها ساكنة، بلش تتحرك وبتزيد طاقتها الحركية وين؟ عند صاد، هي اللي بتكون أسرع ما يمكن، يعني طاقتها الحركية بتكون عالية. فالجواب هو ب. ولهون يا خامس بيكون أنهينا درسنا. يعطيكم ألف عافية.